هي حرفة وهوايات شهيرة بين النساء الجزائريات، تتميز ببساطتها وسهولتها، تعرف بالصنارة أو الكروشيه، ويطلق عليها أيضا حياكة الراعية، وهي نوع من أنواع الحياكة تعتمد على إبرة وخيط، وتختلف مقاسات الإبرة حسب الاستخدام والرغبة وأيضا على حسب الخيط المستعمل، فيتنوع بين القطن والحريرة، الإكليم، الكتانة وحتى الصوف لصنع الملابس أو الحافظات وما شابه ذلك. أما الحرير فيستعمل لغزل البلوزات والمفارش. أما عن الإبر فيستعمل أنواع عدة تستعمل في حرفة الكروشيه، ولكل إبرة مقاسات مختلفة تختلف حسب المادة المصنوعة منها كالبلاستيك والمعدن وكذلك الخشب. وتوجد أيضا الإبرة المتعددة الأوجه. تختلف الآراء ووجهات النظر حول أصل الحرفة في الجزائر، إلا أنها تبقى صنعة امتهنتها نسوة الجزائر واحترفنها لتكون نتاج أنامل سعت لتخلد صناعات الماضية.